ألا إن لي تيجاني قدرا مفخما ومرتبة فقد جميع المراتب شخص تيجاني وعودا فيه الله وآمر سره وصرفه في الكون تسريف الغالب والباس وتاج المحابة والحنان وصيره قوسا لحل النواهب شيخ تيجان ويا طالب لساني نادي وقل له ايا مهيدين الله بلغ مطالبي فكم كربة تجلى بديه بذكره وكم حاجة تقضى إلى كل طالب شيخ تيجان إمام كصاه الله خلة نوره وأكمه في شرقه والمغارب وعدها أمير الأولياء بأسرهم شر من ونلا ولكم تسريفي بين المواكب هو رتبة الأولياء لمن كان خاملا والمور الأهنى إلى كل شارب توجه للنار الغرب امتراتا وخادبه فهو سامع للمخادب وقل يا إمام الغرب اقضي حوائجي تراوي يقينا هادرا غير غائب لا 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 الله 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 الله